حلو الكرسي ده استحمل حديد. جات لك الفكره ازاي؟ تعالى اوريك. جريك ورا الفرصه وصلك، مفيش حاجه تقدر تعطلك، على قد تعبك بيوصلك. الدنيا مش تكف ريموت، الفكره صاحيه بتفكرك، اديلها فرصه هتبهرك، واللي هداك هيقدرك. تخيل فرص ملهاش حدود، عشان في ناس بتكون عايزه بس نص فرصه عشان تقوم، عوام الطريق هيفوت بعد فرحه نجاحك، اي شيء يقوم اكيد في حلم جديد، فكره بعد فكره، ما انت بالاحلام معود، عنيد فرصك بتزيد وتزود، نجاح من غير حدود. جريك ورا الفرصة وصلك، مفيش حاجة تقدر تعطلك، على قد تعبك بيوصلك. الدنيا مش تكة في نور، احلم يلا دوس اللقطة لسه فيها، خليك دايما ورا الفرصة انت هتلاقيها، انت الوحيد في الدنيا اللي حس بيها، ولما قالوا صعبة كملت في طريقك، وعادي يعني لما ميت حوار يفوت، للسكة مهما تسلك هتقابل سدود، خش بقلبك هتعدي في الطريق هتفوت، شوف الفرص ما تعدش دي ملهاش حدود. كل قصة نجاح كان وراها فرصة. تخيل لو قدامك فرص ملهاش حدود. بنك القاهرة بيقدم لك أنظمة تمويل مختلفة تناسب مشروعك. بنك القاهرة، فرص بلا حدود.